شو اسمك انت؟ عبد الرحمن درويش. نمر محلك. انت شو اسمك؟ محمد رمضان. نمر، وين ابو طالب العنواتي؟ نعم. تحرك تحرك معنا. وحده والله يا جماعة الخير علامكم. انت تهي شغلك. لا تطلع. تحرك. يلا تحرك. لا تحرك. قوم ابو طالب قوم. يلا. تحرك. عمي منو انتو؟ وبعدين يلا خذوه حرك قوم يلا قوم حرك حرك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم شايفين شيء أبو طالب من الشبابين مو مبين معي مو مبين معي وينه؟ يا بعد كنت فرحانين المغنيين هاي ربحي هلا 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 من هلا هلا الله يطمنا عليك امين كيف شلونك يا وينو يلا يا بنات شوفوها شوي خلونا نعشى بنال الاكل من بيت ابوي على الجدار ما عاد الا يصل والله ما بقي غير كم طاولة خلصوا يا مخزو بس كأنهم طولوني ايه بيكون العشاء الطاش لا بينوم يا شيخ حجي ابو طالب ولك العالم كله نزلت من القطار ومو مبين وين عمي الطالب لحظه شوي لحظه شوي دوروا حوالين القطار بركي لحظه بهذاك الطراف يكون هون ولا هون سعيين السفر كيف يطبق براده اكيد اكيد عم يطبق براده تعالوا تعالوا يا ابو طالب وينه هلا بنشوفهم عمي ابو طالب يا عمي ابو طالب يا ابو طالب يا ابو طالب وين ابو طالب شايف الكراسي وين بده يروح
معقول يكون عم ينزل اغراض بشي محل؟ يا سلام ما بغيرك في شي مو معقول. كل الحجاج بينت الا عمي الطالب ماله قتل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلونا ندور عليه بمعيتكم، خلونا ندور عليه. ايه ايه لا تطلع الامل. عمي ابو طالب الامل بالله كبير، لانه هذا الشيء لا بسر ولا بنومس. يلا يلا بدر عطينا ابو احمد هذا. شو صار معكم يا جماعة؟ خير خير. شو صار؟ فتنت حول الفلاجين كلياتها ما لقيته. شو هالحكي يا ابو شاكر؟ مثل ما عم يا جماعة اسمعوا السمع. خير خير خير. شو في واحد من الحجاج عم يقول انه ابو طالب مخطوف؟ شو هالحكي؟ ايه مخطوف. اي نعم. شو هالحكي؟ اي والله. خلينا نروح نشوف مدير المحطة. يلا 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 قول له. قول يا رب. فتح ايدك. يلا عمي يلا. فتح علم. فتح. روح عمي. يلا تقبروني خفوها شوي، ما بقى الا يوصلوا الجماعه بالسلامه. يلا شوي والفولات بصيروا جاهزين. دكه كمان انا بخلص. الله يخلي لي اياكم يا حق وسلم لي هالايدين، انا قايمه شق على الهريسه. بتكون استوت تقبريني؟ مو بس استوت، بتكون نزل نيفه. هي تقبريني هي هيك طياطه، الهريسه اذا ما راحت نيفه مو طيبه. كل شيء بايديك يا طيب. لانه بيت كرم يا ام عبده، والكريم شو ما اكلتي من تحت ايده بيكون طيب وسلس. لك الله يخلي لي اياكم ولا يحرمني منكم يا حق. اول باش تاني ان شاء الله بنفرح برجعه ابو طالب بالسلامه، وتاني باش تاني بفرحتنا بصالحه، وتالت باش تاني ان شاء الله بتقوم مال الشام بالسلامه، وبعدين ان شاء الله الهي وانت جاهي بنفرح بمحمد عن قلب. يتغبري قلبي ويخلي لي اياك يا ام عبده. لك الله لا يحرمني منكم. ان شاء الله الهي يوم اللي بركض لكم بافراحكم. خلي اياكي سكي تقبريني هي جاهزه وتوفي في محصل هيك. هي يا امي الله يسلمها لك. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ مثل ما سمعت يا هوني يا افندي. ما عرفتوا الجماعه اللي خطفت الحاج اللي عم تحكوا عنه؟ كيف بدنا نعرف اذا كانوا الخاطفين ملتمين ومدججين بسلاح وهددونا اذا نتصرف اي تصرف بدهم يحروا القطار بما فيه؟ وبعدين؟ وبعدين اخذوا الحاج وامرونا بالمسير. لا حول ولا قوه الا بالله. والله لا يوريك الليله اللي قضيناها بمحطه القدس الشريف. رح خبر شرطه دمشق. يتوسع خيط للجهات والعضوات. شبك؟ مرحبا جهات وعضوات. ليكون اخذ سنتفيكا ومن عرفاني. مرحبا يا اخ. اهلين وسهلين. اذا بتريد بدنا نشوف مدير المحطه. بخصوص شو؟ انا الشيخ بلال شيخ حاره الانوات، واخي ابو راشد مختار الحاره، وابننا طلال بيكون صهره لزعيمنا ابو طالب، والسيد صباح افندي واحد من وجهاء الحاره. شيخ لا كانك عم تفوت برات الصحن. طول بالك يا ابني طول بالك. شلون بدي طول بالي؟ معك اب مرزوق الخضري، معك اب شاكر، ومعك الداعش، ونحن مو من الوجهاء. لك هلا مو وقت التعريفات والتشريفات يا ابو لمعي. ايه طالما هيك اخي خلينا كنا نفوت. وين فايتين عم العراضه نحن؟ ابو لمعي ارجعوا لورق الفوت بس للجهات والعضوات. اي نعم. شرفوا شرفوا. مرحبا جهات وعضوات. ليكون معه سنتفيكا ومن عرفاني. هذا الشيء لا بسر ولا بنومس، شو هالسرعه هي؟ لكون سالتنا على الطريق وما حدا حس فينا. نعم سيادة المقدم. عملية الخطف تمت بمحطة القدس الشريف. نعم. اسم المخطوف أبو طالب الأنواتي. زعيم حي الأنوات، نعم. نعم سيدي. حاضر سيدي حاضر. الله معك الله معك سيدي. شو هالحكي اللي سمعناه يا سيدنا؟ ليك معقول الخطف حاج بالطريقة هاي؟ أبو طالب زعيم حارة الأنوات وكبيرة ينخطف بهالبساطة؟ وين الأمن؟ وين رجال الشرطة؟ وين المسؤولين؟ يا جماعة أنا بقدر كل شيء عم تقولوه، بس رجاء ثم رجاء الموضوع اللي صار أكبر من طاقتنا، طولوا بالكم علينا.
أكبر ولا أصغر يا سيدنا؟ يعني نترك الرجال هيك بمهب الريح؟ مين قال الحكي يا سيد؟ بس طول بالكم علينا، وأكيد سمعتوني لما دخلتوا عم بحكي مع قائد شرطة دمشق، وشفتوا حرصي على سلامة المخطوف. الحاصلة يا أفندينا. حاصله رح يقوم قائد شرطة دمشق بالواجبات اللي عليه من أجل سلامة المخطوف بالتنسيق مع قائد شرطة القدس الشريف. وإمتى يا سيدنا؟ بالقريب العاجل. وهلا شو بتحبوا نضيفكم؟ يعني معقول إنه ضيف وزعيمنا وكبيرنا ينخطف بهالطريقة هي؟ إي والله ما صارت، لعب؟ هذا شيء ما بسكت عنه النوب، أنتم المسؤولين عن سلامة الرجلات. نتوقع نوصل لملابسات الحادث. أوف، كتيا كتير يا سيادة المقدم. كتير كتير كتير. والخلايا اللي عم تتهيأ لاستقبال الحاج بفارغ الصبر. وأهليته ومعارفه. يعني بدكم شدونا الهمة شوي يعني. نحن مع كل كلمة عم تقولوها يا أخوان، بس للأسف الموضوع شائك ومعقد. شائك ومعقد ما اختلفنا يا سيدنا، والله يعطيكم العافية ويأخذ بيدكم، بس الشغلة بدها سرعة. الله يخلي ديار. هذا واجبنا يا أخ أبو راشد، وحياة أبو طالب بتهمنا كلنا كشرطة دمشق مثل ما بتهم الحكومة السورية، مثل ما بتهمكم إلكم، بس الموضوع بده ياخذ شوية وقت. حياة أبو طالب بتهم الجميع يا سيادة المقدم، ومن يوم يومه رجل وطني وغيور على أهل حارته وبيحب عمل الخير، مشان هيك بدنا نعرف مين وراء البلوة. من هي الناحية بدي ياكم تطمنوا بالكم، نحن رح نقوم بواجبنا على أكمل وجه. بس أنا بدي أفهم شو اللي خلى هيك جماعة يخصوا هذا الرجل الطيب وهو رايح الحج؟ هذا هو السؤال يلي كنت بدي أطرحه عليكم إلكم. على حد علمكم أبو طالب في له أعداء بالقدس الشريف. طمنونا يا سيادة، طمنونا. وحدوا الله جايكم بالحكي. شيه ولو زعيم وحدوا الله لو كبدي أنت وياها، شنو واصلة معنا لرأس من أخيرنا. عمي طلال الزعيم وينه؟ يا جماعة الناس وقت الشدائد يا ابني. الله يرضى عليك. صلوا على النبي. وحدوا الله يا شباب، وحدوا الله. القصة ما بتنحل بالعياد والأروجة. طيب تمنونا شوفي يا جماعة، الحج أبو طالب انخطف أثناء العودة. شوفي بس يا شباب، بس صلوا على النبي، كل واحد له على شغله. وشرفوا أسيادنا. فضلوا شيل يا كله. احلى عباية مقصبة، احلى عصر عباية مقصبة. يا جماعة لازم ما ننام الليل. لا يا ابو طالب ولا احنا كلنا اكيد هذا هو اكيد. لك تو الورقة، انا بدي افتح، انا بدي افتح. يا الله يلا يلا لحظة لحظة، والله ما عم ناطي بقلبي علي. يلا خذ ليه لحظة صفية مع الشام على السرير. يلا يا الله يا الله. هلين صاريش وينه؟ وينه أبي؟ لك ليش ساكت؟ شوفي سهري، لك شوفي وينه أبي؟ شو بك بأمي طلال؟ احكي شو بك، ليش ساكت؟ وين عمك؟ عمي أبو طالب. إيه؟ تخطفوا وراجع على طريق الحج. شو عم تحكي؟ ما عم صدق شو عم تقول أنت؟ لك أنت شو عم تحكي؟ لك شلون يعني خطفوا وجاي من الحج؟ يا جماعة أنا ما عم صدق هالحكي. طولي بالك لنفهم شو صير. لك طلال قول غير هالكلام. هاتو يلا يا يلا تحرك يلا تحرك تحرك. لك سد موزك. لك عمي ليش هالمرمطة؟ احكولي
سبق وقلت لك سد بوزك ولا تسأل. طيب يا جماعة إذا بدكم مصاري أنا جاهز. لك يلا قلبك شو بتلاقي؟ أسئلتك ما رح تجيب لك نتيجة ولا؟ إذا مو غايدكم مصاري أنا جاهز لكل طلباتكم. يا عمي لا تعذبنا وتعذب حالك، أسئلتك ما لها جواب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب يا أخ بدرجاك أنا وين؟ بجهنم اللي تركب راسك. رح ترجع تعيد نفس النغمة. سد بوزك واخرسها. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعة الله يخليكم، إذا غايتكم تقتلوني ليكني مربط. قتلوني ريحوني. يبدو أنت كتير حكي وما بتفهم. شحطوه يلا شحطوه. حرك روح يلا حرك. احتمال كبيركم بعرفهم، مشان هيك مخبين وجوهن عني. أنا بس لو أعرف شو مسببات خطيفتي ومرمطتي وبهدلتي بهالطريقة يمكن كنت ارتحت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرف وهي فواكي. مصيت لك شي هالخيلة هي؟ مين والجماعة هدول؟ ولشو كل هالدلال بالمأكل والمشرب؟ وليش هالبغض والكراهية؟ أنا بأمري ما تعودت نام على وحدي حتى لو كانت على دمي. بدي أعرف مين وليش ومشان شو كل هالشي اللي عم صير فيني. لك شو بدهم فيني؟ شو غايتهم؟
لهجتهم مثل حكايتنا، كأنه من الشام. معناتها هذا المكان اللي نحن فيه لازم يكون قريب من الشام. إيه نعم. طب إذا كان خطفوني مثل ما فهمت على طريق القدس قبل ما أكمل مناسك الحج، ولهجتهم هيك كأنه من الشام، شو معناتها؟ ايوه، معناتها هي القرنة قريبة كتير من الشام، ولازم أعرف وين. بعدين إلي حديث تاني. بس كيف يا أبو طالب؟ كيف؟ موت! دخيلكم! يموت الزلمة يا شباب، خليه يخطط، بنناقص منه. لو مات منكون عم نخالف تعليمات المعلم فاضل. والله مزبوط. دخيلكم! ايه، شو رح نعمل هلا؟ خلاص، نتركه للصبح. والصبح تبع. شو في شبك؟ بطني شكله وجوع عن جد، هيك الظاهر. لازم نجيب الحكيم هلا. ايه الحقوني. خير. بطني. سلامتك. بطني. بدي مي دخيلك. جيبونا مي لو سمحتوا. بدي مي. تتركوه بلا مي معقول؟ جيبونا مي لو سمحتوا. مشي. بدي مي. كيف عم بطلع؟ سلامتك. ليه بعطاه لك لو سمحت؟ خلي حصي ولا شري. حطها حكيم، حطها الله يخليك. شو عنده حكيم؟ معه التهاب حاد بالامعاء، نتيجة أكل على الأرجح مسموم. أعطوها الدواء لمدة 3 أيام صبح ومساء. في حال ما تعافى لازم زوره مرة تانية. مشي. شرف معي. يا رب. سلامتك، معافى. هاني الله يسلمك حكيم. حكيم! عزبناك حكيم. بعد كرمينك وعجبنا. الله يعطيك العافية حكيم. أنا مخطوف. سلامتك حكيم.
طول هالكلب. شو صاير؟ شرف ما بالك؟ منيح لقتلته؟ لا توصي حريص معلم. دير بالك منيح لأنه الظاهر نمس. بأمرك معلم. دير بالك. بأمرك. سلام. مشي. سد بوزك ولك. ايه في الدولة تغلط عم بقلك. ايدك ولك. وينك؟ اياك تفكر بإلانتي. إذا ما بتعرفني اسأل عني. الشام كلها بتعرفني. أنا أبو طالب الأنوادي. ما بسمع لك. وإذا بدك شيء رعبتي سدادي. قول شو بدك. هاد مو شغلك. شغل مين؟ لا تسأل. بدي أسأل. حاطيني صاركم كم يوم بين الأوبة الزهران. اللي قلت لك لا تسأل. نحن ما معنا صلاحية نجاوب. لك شو بتقول؟ لك بدكن مال، بدكن جاه، بدكن سلطان، احكي. لا شو بدك؟ للاخير اذا بقيت تتحايل مثل ما عملت مع الحكيم قسما رح نصب غضبنا فوق راسك ونقلب ليلك نهار ونهارك ليل. تقلب ليلي نهار ونهاري ليل؟ لك يا ابن الحلال قاعد انا بين قومة الزهران بدك تقلب ليلي نهار؟ راسه لك. اسحق. خذوه خذوه لهالواطي. قوم قوم افتحوا يلا فوت لجوا فوت. نبير حرك.
الله أكبر. شو هاد؟ يا أخ يا أخ الله أكبر. دم يا أخ يا أخ. رد علي رد علي. قوم قوم يا أخ. شو هاد؟ فيك تمشي يا أخ؟ فيك تمشي معي؟ يلا 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 حط إيدك. يلا يا معي. ولك يا بنات يا صبايا يا بنات يا صبايا يا بنات يا رب يا رب يا بنات. هاي الزيت يا ابي. حطيه. هاي السكينة يا ابي. روحوا حضروا لي المي السخنة مشان نغسل بالجرة. يلا طلعوا لبرا. امرك يا ابي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. يا رب يا رب. اتحمل يا خلي اتحمل يا خلي. صلي على النبي وتحمل. يا الله يا الله يا كبير يا الله يا الله. Ah!